لله صلى الله عليه وسلم، لكن ستعجبون إذا قلت لحضراتكم بأن أم المؤمنين خديجة رفضت أن تستدعي مرضعة للزهراء، فأرضعتها خديجة بنفسها كل أوقات وأشهر الرضاع. أمر عجب، أمر عجب. وسماها النبي فاطمة تفاؤلا بها بأن الله سيجعل نسله منها وستفطم فاطمة أولادها رضي الله عنها. فأرضعتها خديجة، لا أقول أرضعتها لبنها فحسب، بل أرضعتها الحلم والعقل والمروءة والصفاء والطهر والنقاء والوفاء والإخلاص إلى غير ذلك من صفات خديجة ومن خصال خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وترعرعت الزهرة النادرة في هذا البستان اليانع الماتع، وترعرعت هذه النبتة الطاهرة في هذه الأرض الزاكية الزكية الراضية المرضية. ترعرعت الزهراء، لا إله إلا الله. لا نحتاج إلى دليل أن نقول كان بيت خديجة أول من أسلم، فحين بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت فاطمة في أواخر السنة الخامسة من عمرها وفي أوائل السنة السادسة، فأسلمت خديجة وأسلم كل من في بيت خديجة. أسلمت خديجة وأسلمت زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وهند بن أبي هالة وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وأم أيمن، كل هذا في بيت خديجة. أسلم البيت كله مع أول لحظات قرأ فيها المصطفى القرآن غضا على خديجة رضوان الله عليها، وقام البيت كله يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففاطمة من السابقات لدين الله تبارك وتعالى. وبمجرد أن وقف الحبيب على جبل الصفا لينذر قومه وليبلغهم دين الله تبارك وتعالى، وكلكم يعرف القصة بالتفصيل، لا أريد أن أقف معها لضيق الوقت فقد مضى الوقت ولا حول ولا قوة إلا بالله. قام صلى الله عليه وسلم ينذر عشيرته الأقربين امتثالا منه لأمر رب العالمين، وأنذر عشيرتك الأقربين، بعد قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وبعد قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، فلقد نبئ بقوله تعالى اقرأ، ولقد أرسل بقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام ولم يذق طعم الراحة، وبمجرد أن قال لقريش إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، فقال له عمه أبو لهب تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ ومن هذه اللحظة أيها الأفاضل أبرقت مكة كلها وأرعدت، وأرغت مكة كلها وأزبدت، ودقت مكة كلها طبول الحرب وأوعدت، وصبت مكة كلها جام غضبها على ابنها البار الصادق الأمين الذي خلعت عليه بالإجماع لقب الصادق الأمين. ها هي تعاديه مع أنها ما جربت على المصطفى كذبا قط. أيصدق مع القوم ومع الخلق ويكذب على الخالق سبحانه وتعالى؟ وهنا اشتد الإيذاء والعذاب. ولا أريد أن أقف عند التفاصيل، لكن أقف مع مشهد واحد فقط. يا الله، يخلع القلب، والله يخلع القلب. والحديث في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوما عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، فقال أبو جهل لأصحابه أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان ليلقيه على ظهر محمد إذا سجد؟ يا الله، يا الله، سلى الجزور النجاسة التي تكون في الأمعاء، النجاسة التي لا تطيق أن تشمها بأنفك. يقول أبو جهل فرعون هذه الأمة أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان، إن فلانا ذبح جزورا، فمن منكم ينطلق ليأتينا
بالنجاسة التي في أمعائه بسل الجزور. ليه؟ ليه؟ ليلقيه على ظهر محمد، على ظهر الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين، على ظهر من صان الحرمات في العالمين. الله أكبر، الله أكبر. فينبعث أشقى القوم، عقبة بن أبي معيط، عليه من الله ما يستحقه هو وأبو جهل، ينطلق ليأتي بهذه القذارة والنجاسة، وينتظر حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الله جل وعلا، وينبعث هذا الشقي المجرم الأرعن ليلقي النجاسة سل الجزور كاملا على ظهر رسول الله وهو ساجد بين يدي ربه ومولاه. يا الله، هل تخيلت معي المشهد؟ ويظل الحبيب ساجدا لا يستطيع أن يرفع رأسه. هل ألقيت على رأسك النجاسة أيها العالم؟ هل ألقيت على ظهرك النجاسة أيها الداعية إلى الله جل وعلا؟ لا والله، تلقى على ظهر الحبيب، تلقى على ظهر أشرف وأطهر مخلوق عرفته الأرض. نعم، ويظل النبي ساجدا لا يستطيع أن يرفع رأسه. ويقول عبد الله بن مسعود: فأخذ بعضهم يحيل أن يميل على البعض الآخر ويضحكون استهزاء وسخرية بالنبي الكريم الأمين. يقول عبد الله بن مسعود: وأنا لا أستطيع أن أفعل شيئا. هل تتصور، هل تتخيل ألا يجرؤ أحد أن ينطلق ليزيل النجاسة عن ظهر رسول الله؟ يا ترى من الذي تقدم ليزيل هذه النجاسة من على ظهر الحبيب؟ هل تعلمون أنها فاطمة؟ معقول؟ الزهراء، طفلة صغيرة لم تكن قد بلغت 8 من عمرها، والبنت تنظر إلى أبيها على أنه رمز القوة ورمز الحماية ورمز المنعة، ومع ذلك لا ترى أباها لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الأذى. هل تخيلتم وقع هذا المشهد على قلب الزهراء؟ طفلة لم تبلغ 8 تتقدم لأبيها حيث لا يستطيع أحد أن يتقدم ليزيل هذه النجاسة ليرفع رسول الله رأسه من على الأرض. فتقدمت فاطمة وأخذت تزيل النجاسة من على ظهر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع النبي رأسه وهو يقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. الزهراء عانت منذ البداية، بل وستعجبون إذا علمتم أنها قد دخلت الحصار الرهيب في شعب بني طالب أو بني هاشم، دخلت الحصار وعاشت الجوع هذه السنوات الطوال. نعم، عانت الزهراء وعاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محنة الدعوة الأولى، وصبرت وتعلمت من أمها الصديقة الصبر والثبات والوفاء والعطاء. نعم، وكانت مثالا رائعا للمؤمنة الثابتة الصادقة الصابرة. وهي من هي؟ هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نموذج أقدمه لمن ينشؤون في القصور ولمن ينشؤون في البيوت والنعيم. ولا تستطيع الواحدة منهم أن تتخلى عن شيء من هذا النعيم، نصرة لدين رب العالمين ونصرة لدين سيد المرسلين. ها هي بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصبر على الأذى وتصبر على الجوع نصرة لله ونصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وتمضي الأيام وتمضي السنوات، ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بعد أن أصيبت في قلبها بمصاب جلل. بعد هذا الحصار المؤلم تزداد مصيبتها ويزداد ألمها بموت خديجة رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء. بكت عليها الزهراء